بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنعمل طبق الكبد والقوانص، بس على طريقتي بقى، وتجربوا وتقولوا لي ايه رأيكم. اول حاجة هجيب الكبد والقوانص، وعايزة اقول حاجة بس معلومة، ياريت بيبقى طبعا مع الكبد والقوانص في قلوب، هو صحي ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القلب ده لازم يتفتح كده، يعني مش نغسله بس، لا يتفتح كده ونغسله كويس قوي ونطلع منه اي شوائب. اي قلب تلاقيه تعملي فيه كده، ماشي؟ سمعني كويس. ده برضو قلب تاني، ماشي؟ زي ما قلت لكم طبعا نغسلها كويس ونعصر عليها ليمونة ونسيبها قد ايه، ربع ساعة كده، ليمونة وحبة خل صغيرين، وهرجع واشوفكم تاني. القوانص في جنب لوحدها والكبدة في جنب لوحدها، هقطع القوانص صغير لكن الكبدة هقطعها كبير شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لان القوانص بتاخد سوى اكتر من الكبدة. كده انا قطعت الكبد والقوانص، خليت طبعا الكبدة لوحدها والقوانص لوحدها، لاني هحط القوانص الاول لانها بتاخد سوى شوية عن. حطينا الطاسة على النار، وبعد كده هحط زيت، حط يعني ايه كمية معقولة من الزيت. دلوقتي الزيت زي ما حضراتكم شايفين سخن جدا، ولازم يسخن علشان الكبد والقوانص ما تنزلش ميتها. انا هحط اول حاجة القوانص بس واسيبها. اقلب كده كويس واسيبها لحد ما تستوي كده نص سوا، وبعدين احط الكبده لان الكبده مش بتاخد سوا خالص. دلوقتي عندي بصلتين هقشرهم واقطعهم شرايح رفيعه جدا. دلوقتي هنقطع البصل شرايح رفيعه جدا جدا. كده الكبده بعد ما خدت الصدمه واتشوحت ما نزلتش ولا نقطه ميه، هرجع تاني اضيف القوانص. اسيبها دقيقه وبعدين اجيب باقي الاضافات. ده البصل بعد ما قطعناه شرايح رفيعه، هنضيف له الملح والفلفل وشوية زعتر صغيرين كده، وياريت بقى نقطة خل. هاخد الخليط ده وادعكه كويس جدا جدا. دلوقتي هضيف البصل، بعد ما البصلة دبلت مع الكبد والقوانص كده زي ما انتم شايفين، هنضيف معلقة من الثوم المفروم في وسط الطاسة كده واسيبها تتحمر شوية. بعد كده هجيب برضو الكبد والقوانص على جنب كده اهو، وهحط بقية الاضافات اللي هي عبارة عن فلفل متقطع شرايح صغيرة برضو، وعندنا كمان طماطم مخلية خالص من البذر والمية ومقطعينها رفيع جدا برضو. هتاخد كده يعني ايه تشميعة وصدمة كده، وبعدين هقلبها مع بقية المكونات. بعد ما الطماطم دبلت كده وهي والفلفل مع بعض، دلوقتي اقدر اجمعهم على بعض كلهم بالشكل ده، احط الكبد والقوانص مع الفلفل ونقلب كل المقادير. الله الله على الريحه، مش قادره اوصف لكم بقى.
ده طبق النهارده بعد ما خلص، طبق الكبد والقوانص زي ما حضراتكم شايفين، واحلى من شكله بقى طعمه وريحته. وهنقدم جنب الكبد والقوانص الرز بالزعفران، وهنحط له شويه مكسرات. وده الرز بعد ما حطينا له المكسرات، البندق وعين الجمل والبيجو. اتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم، بس حقيقي حقيقي انا يعني لازم لايك، لازم لايك وسبسكرايب على الوصفه دي. اتمنى تجربوها، وان شاء الله نتقابل تاني في فيديو جديد. مع السلامه، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب.